باسم الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة نرحب بجميع الضيوف الموجودين في هذه القاعة، كما نرحب بباقي الإدارات الموجودة وضمنها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بأن هذه الفسيفساء وهذه التنوع من الثقافات يدل على بأن مشروعنا هو البقاء على وجود الثقافات في منطقتنا. نتطلب تقدم بأنفسنا ورفض التقدم بالبيئة المحيطة به ويجعله يحس بالمسؤولية من خلال عمله وأفكاره، ونؤكد أن مثل هذه المهرجانات تحقق جبت مع خير وعافية.